هيا إلى الترتيل بالفكر والتحليل، آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل، ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، للنظر إلى المرأة المتبرجة أو المرأة العارية مخاطر كثيرة جدا، وتوصل الأطباء والعلماء مؤخرا إلى أنها بتسبب مرض تضخم البروستاتا عند الرجال الذين ينظرون إلى النساء، لأنها بتثير شهوتهم الداخلية. فماذا عن العلم بهذا الخصوص دكتور؟ أنا أود اليوم أن أحدثك ماذا يحدث بالدماغ داخل خلايا الدماغ بمجرد أن تنظر إلى امرأة مثيرة، ليس بالضرورة أن تكون عارية، ولكن بمجرد أن ينظر الإنسان إلى امرأة فاتنة أو جذابة أو متبرجة، ما الذي يحدث؟ الله تعالى صمم وخلق الإنسان ليكون له زوجة. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. ففي الإسلام لا يوجد لا عشق ولا هوى ولا حب خارج إطار الحياة الزوجية، ولا نظر إلى ما حرم الله. لذلك هذا الجسم مبرمج أن أي منظر مثير تشاهده، الجسم لا يميز أن هذا المنظر حلال أو حرام، مباشرة يقوم الدماغ بالعمل، تبدأ منطقة تسمى مركز المكافأة في أعماق الدماغ بإفراز عدد من الهرمونات، منها هرمون الدوبامين وهرمون السعادة ومجموعة هرمونات تشعرك بالمتعة، ويبدأ الجسم بإفراز بعض الأنزيمات وبعض الهرمونات اللازمة للقاء الجنسي، لأن الجسم مبرمج على أن هذه المرأة التي تنظر إليها ينبغي أن تقوم بعد النظر باللقاء الطبيعي الذي يتم بين الرجل والمرأة. هكذا برمج الله جسم الإنسان أو نظام عمل الإنسان. فيبدأ الجسم بإفراز هذه المواد، وتبدأ الدورة الدموية بالنشاط أكثر، ويبدأ تدفق الدم، دقات القلب إلى آخره، ولكن بعد مرور دقائق لا يحدث شيء، لا يحدث هذا اللقاء، وبالتالي تحدث نتيجة عكسية، يصبح لدينا نتيجة عكسية، أنك كلما كررت النظر فإن هذا الجسم يبدأ بإفراز هذه المواد ويتهيأ ولا يحدث شيء. خلال فترة من النظر إلى هذه النساء المتبرجات، إذا أدمنت النظر ما الذي سيحدث؟ الجسم لا يعود أو الدماغ لا يعود يفرز هذه المواد أو الهرمونات ما تسمى بهرمونات السعادة، فتصبح هذه المرأة المتبرجة ليس لها أي متعة أو قيمة، وبالتالي تطلب المزيد. لذلك في الخارج الملحدون إلى ماذا لجأوا؟ لجأوا إلى الشذوذ الجنسي، إلى اللواط، إلى أساليب يعني كلها محرمة لإثارة المتعة، وفي النتيجة تجد أنهم لا يثارون، سبحان الله. فقدوا هذه المتعة بسبب نظرهم أو الإدمان النظر إلى ما حرم سبحان الله. دكتور، كيف نهانا القرآن الكريم عن هذا السلوك السيء؟ طبعا القرآن الكريم يعني سبحان الله لم يقل لك لا تزني، لم يقل لك لا ترتكب الفاحشة، ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا يعني أسباب الزنا قد تبدأ بابتسامة أو تبدأ بنظرة وتتطور حتى تقع في هذه الفاحشة. القرآن الكريم أراد منك أن تقطع أسباب الشر من قبل أن يبدأ هذا الشر، وبالتالي عندما قال القرآن
ولا تقربوا الزنا نبأك بنتيجته، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة جدا تأمرنا بغض البصر. يعني قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وجاء القرآن أخيرا ليؤكد هذا المعنى، قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ ذلك أزكى لهم. يعني إذا غضضت بصرك فإن نظامك، نظام جسدك والنظام المناعي والهرمونات وغير ذلك، تبقى في حالة جيدة ويبقى جسمك في حالة عمل جيدة. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ذكرك بماذا؟ بمراقبة الله لك، سبحان الله، كعلاج للامتناع عن النظر إلى ما حرم الله. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يا رب. آمين يا رب. بارك الله بكم وجزاكم كل خير. حيل. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان، على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان فتح الهدى جنة.